هذا أيضا إسناده ضعيف في سهيل بن أبي حازم، لكن قال الشيخ ابن باز رحمه الله معناه صحيح، معناه صحيح، من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. إذا كان من قال في كتاب الله برأيه فأصاب، يعني وافق الصواب لكن كان قوله بالرأي المجرد فأصاب فهو مخطئ. لماذا مخطئ؟ لأن الطريقة غير صحيحة، حتى وإن وافق يعني وافق الصواب أو أصاب الحق فالطريقة غير صحيحة، ما يجوز أن يخوض في القرآن بالرأي المجرد فقد أخطأ. قال رواه أبو داود والنسائي. يقول ابن تيمية: وهكذا روى بعض أهل العلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وغير من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، لأنه لم يأتي الأمر من بابه. هذا يوضح لنا ما جاء في الحديث: من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. لماذا؟ يقول ابن تيمية: لأنه لم يأتي الأمر من بابه. بابه ما هو؟ الرجوع إلى السنن وإلى المسلك الصحيح الذي يفهم من خلاله كلام الله. لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله أعلم. نعم.